موجز الأخبار من ABC نيوز عربية. أهلا بكم. نواب وسياسيون يتحدثون لABC عربية عن ضغوطات يمارسها الإطار التنسيقي لإبعاد السودان عن تنفيذ التغيير الوزاري الذي لوح به سابقا. المالية النيابية تؤكد لABC عربية أن حصة المحافظات من البترودولار تعرقل تحديد موعد نهائي للتصويت على موازنة 2023. النائب عارف الحمامي يرحب عبر ABC عربية بقرار إلزام أصحاب معارض السيارات البيع بالدينار العراقي عوضاً عن الدولار، ويؤكد أن القرار قد يستغرق وقتاً لتنفيذه. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يتحدث لABC عربية عن ضرورة إنهاء أزمة الدولار في العراق من خلال إيجاد آلية لتمويل التجارة مع الجانب الإيراني بعيداً عن الدولار. المدير الإداري لمنتخب شباب العراق نديم كريم يكشف لABC عربية عن عدم وصول معدات التدريب وحقائب الوفد المشارك بكأس العالم في الأرجنتين إلى المطار واضطرار اللاعبين النوم بملابسهم الشخصية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.